بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيات. تواصل يستمر والانطلاق شوطا تلو الاخر، مع انطلاقه موفقه، انطلاقه سليمه باذن الله تعالى، الا وهي مرحله جديده لفئه القعدان اللقائي لابناء القبائل. تم اعلان انطلاقه شوطنا الاول لفئة القعدان لسن اللقاية، ومسافتنا هي المعتادة 4 كيلومتر. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، يتواجد ضيف بالصدارة، تعود الملكية لمحمد بن سعيد بن هويمل العامري، ضيف من ياتي بهذا الانطلاق بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. يلي مباشرة من الجانب الآخر في ثاني المراكز رمز خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يتواجد مع المركز الثاني. الدور المركز الثالث، وياتي شاهين لسالم بن حمد بن سالم بن هدفة بن نقدان، من ياتي وينطلق بثالث المراكز. مشاهدينا الكرام، في هذه الانطلاق اللي هو رمز الدور المركز الرابع، وياتي في هذه اللحظات شاهين خميس بن راشد بن عبلان الاكتبي، من ينطلق بشاهين مع المركز الرابع. ننتقل انتقال مباشرة مع المركز الخامس، ورا ما يخاف لمحمد بن خليفة بن احمد الرميثي، من يتواجد مع المركز الخامس والمركز السادس. وحان دوره يتواجد شاهين سالم بن حمد. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات ولكن مشاكل، من يغير مع المركز السادس، تعود الملكية لأحمد بن علي بن مبارك المنصوري. ووصول مشاهدين الكرام في هذه اللحظات، يا سلام، الانطلاق من مياس سعيد بن محمد بالحب العامري، من يصل في هذه اللحظات. أما المركز السابع مشاهدين الكرام، من ياتينا ويتواجد في هذه اللحظات هملول حمد بن محمد بن عبيد العامري. أما المركز التاسع، الأسد لأحمد بن عبيد بن غنام المزروعي، وعاشر المراكز ويختم نداءنا الأول هنا، من يتواجد الأسد سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي. النداء الأول أكملناه كاملا مكمل بالوفاء والتمام مع هذا الانطلاق والمسار المميز. نذهب مباشرة حيث البداية مع الانطلاق الأول مع المسار الأول. يغير الأمور رمز من غير الصدارة، انطلق مع المقدمة، انطلق مع المركز الأول. تعود الملكية لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني هنا، من ياتي ضيف في ثاني المراكز، تعود الملكية لمحمد بن سعيد بن هويمل العامري. ولكن من الجانب الآخر، من يخطف الأمور يغير مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، ما يخاف ولا يخاف الصدارة، ما يخاف. تعود الملكية لمحمد بن خليفة بن أحمد الرميثي، هو مع البداية، هو مع مقدمة الشوط، غير مع المركز الأول. المركز الثاني رمز، تعود الملكية لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من ياتي ثانيا. المركز الثالث، يا سلام، هذا الانطلاق المميز. هنا من يتواجد ضيف محمد بن سعيد بن هويمل العامري. والمركز الرابع، شاهين خميس بن راشد بن عبلان الاكتبي. المركز الخامس، ينضم مشاهدينا الكرام بالحب، مياس سعيد بن محمد بالحب العامري، من ياتي ويشكل فايف الستار في هذا الانطلاق. يا سلام، قدوم هنا، وصل بن عميره الاسد سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، الكل بدي ينطلق. وصول اخر مشاهدينا الكرام، وقدوم جديد هنا من مشاكل احمد بن علي بن مبارك المنصوري، الكل بدي ينطلق نحو الاتجاه الصحيح، الطموح الفوز والناموس. ولكن ما يخاف، ما زال في زمام الامور، في مقدمة الشوط، في المركز الاول، هذا الاداء المطلوب من المشاركين. ما يخاف لمحمد بن خليفة بن احمد الرميذي مع مقدمة الشوط مع المركز الاول، ما يسلم المهمة، بدأ ينفرد بالصدارة، ينفرد بالمركز الاول. المركز الثاني مشاهدين الكرام ضيف، ولكن من الجانب الاخر يصل مشاهدين الكرام الاسد، وحذاري من الاسد لسلطان بن حمد بن مطر بن عبيرة الشامسي، وايضا قدوم مشاكل بيسوي لنا مشكلة في هذا الانطلاق. يبي الفوز احمد بن علي بن مبارك المنصور، يا سلام، ولكن مشاهدين الكرام ما يخاف، ما يهز ريح، اعلن المغادرة، اعلن الاعلان الرسمي، يبي الفوز، يبي الناموس. يا سلام، يا سلام، يا الرميثي على هذا الاداء المميز والانطلاق المطلوب. غادر ما يخاف، وبالفعل هو ما يخاف. المركز الثاني
ثاني الأسد سلطان بن حمد بن مطر بين عمير الشامسي، ولكن يغادر بهذا الشوط بحفظ من الله ورعايته بناموس هذا الانطلاق ما يخاف. واسعد الله صباحك يا محمد يا بن خليفة يا بن أحمد الرميذي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الأسد سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، المركز الثالث مشاكل أحمد بن علي بن مبارك المنصوري، المركز الرابع وصل الضيف محمد بن سعيد بن هويمل العامري، أما المركز الخامس كان من نصيب قاصد حمد بن بخيت بن علي البريدي البري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، والتحدي والإثارة، ولكن الفوز وناموس هذا الشوط يذهب إلى ما يخاف وإلى مالك محمد بن خليفة بن أحمد الرميثي. أمامكم الإعادة أثناء الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس والانتصار في هذا الشوط، شوطنا الأول لفئة القعدان اللقائي لأبناء القبائل. مسافات نهائية 4 كيلومتر، قطع المسافة زمن وقدره 6 دقائق 11 ثانية أو 13 ثانية ثلاثا من الأجزاء. مشاهدي الكرام تهانينا لمالك ما يخاف محمد بخليفة بن أحمد الرميثي المركز الثاني، 6 دقائق 13 ثانية ثمانا من الأجزاء. التهنئة والناموس لمالك الأسد سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي من حل ثالثا. مشاهدي الكرام مشاكل أحمد بن علي بن مبارك المنصوري قطع المسافة في زمن وقدره 6 دقائق 20 ثانية جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا لمالك مشاكل أحمد بن علي بن مبارك المنصوري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.